الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة عليهم الصلاة والسلام من كتاب الكافي الشريف. حديثنا اليوم حول الحديث الثالث من هذا الباب، وهو يتضمن تفسير معنى أولي العزم من الرسل. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من هم هؤلاء؟ وهل هم جميع الأنبياء والمرسلين أو لا؟ هؤلاء بعض الأنبياء بعض المرسلين؟ هذا الحديث الشريف يبين ذلك ليس جميع الأنبياء في درجة واحدة من الفضيلة بل البعض أفضل من الآخر نعم لكل فضل وجميع الأنبياء الله سبحانه وتعالى اصطفاهم إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين لأن منصب النبوة منصب عظيم من الحكمة أن يكون في إنسان له القابلية لذلك المنصب وهذه القابلية لا تكون إلا باصطفاء الله سبحانه وتعالى له. يعني مثلا كمثال لتوضيح الفكرة، هناك شركة كبرى. هذه الشركة الكبرى تحتاج إلى مدير. أنت ما يصير كل من هب ودب تجيبه وتخليه مدير لهذه الشركة الكبرى. لان في ذلك فساد وضع الشركه لازم تضع الشخص المناسب في المكان المناسب الحكمه من الاحكام ولازم وذلك وضع الشيء في موضعه فاذا تريد لهذه الشركه مدير تجيب واحد مستجمع للشرائط حسب تلك الشركه مثلا عنده خبرة عنده تجربة عنده دراسة عنده شهادة وحسب اختلاف الشركات طبعا لذا أنت تفكر بعد عشرين سنة تحتاج هذه الشركة إلى مدير من الآن تربي مدراء فهاي تربيتك تمهيد لهم ليكون لهم القابلية حتى في مستقبل الأيام يكونون مدراء لهذه الشركة، زين اذا الانسان العادي يفهم هذه المسألة انه يحتاج الى تربية وشخص مناسب للمنصب المناسب، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، الله سبحانه وتعالى حكيم والحكمة عين ذاته، من صفات ذاته، لذلك حينما يجعل النبوة يجعلها في شخص قابل لها، لائق لها، ولا يكون الانسان قابلا ولائقا لهذا المنصب الا اذا اصطفاه الله سبحانه وتعالى. خلقه من طينة اعلى برأه من العيب، من الخلل، حلاه بالكمالات، عصمه من الخطأ والغلط والمعصية ترقت نفسه إلى درجة عالية باصطفاء من الله سبحانه وتعالى ثم يجعله نبيا. زين فلذا جميع الأنبياء منزهون من كل عيب من كل ريب من كل شك من كل نقص. لذا الأنبياء لا تجد في اعمالهم عصيان لله سبحانه وتعالى، لانهم معصومون. واذا احنا نقرا في الايات القرانيه بعض الامور منسوبه الى الانبياء، مثل هذه الايه: وعصى ادم ربه فغوى. او في ايه اخرى: ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وامثال ذلك من الايات وهذه من الايات المتشابهه لازم في تفسيرها وفي بيان معناها نرجع الى الايات المحكمه الايات المحكمه منها ان الله اصطفى ادم ونوحا هذه ايه محكمه وهناك ايات اخرى وفي رواياتنا بيان لمعنى هذه الايات المتشابهه والعلماء ذكروا ذلك، احنا بشكل مختصر نذكره وسياتي تفصيله في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، هو أن الأنبياء جميعاً من ولادتهم إلى حين وفاتهم، قبل أن يبعثهم الله سبحانه وتعالى لرسالة أو لمهمة أو بعد ذلك، ماكو فرق، هؤلاء الأنبياء معصومون. وليست العصمة فقط في تبليغ الأحكام الشرعية وإنما العصمة في كل شيء فلا يخطئون ولا يغلطون ولا يعصون الله سبحانه وتعالى ولا يسهون ما كشي في أعمالهم لا يوجد نقص في أقوالهم لا يوجد نقص وخطأ وغفلة وهكذا في كل أمورهم سواء من الامور العاديه او من الامور الدينيه واما مثلا اكل ادم عليه الصلاه والسلام من الشجره فهذا لم يكن معصيه بالمعنى الذي نحن نفهم من المعصيه او بالمعنى اللغوي للمعصيه وهو مخالفه امر المولى الامر المولوي العصيان هكذا معناه في اللغة وهكذا نحن نستعمله عصاه يعني خالف امره المولوي، كلا الله سبحانه وتعالى لم ينهى ادم نهيا مولويا عن اكل تلك الشجرة، وانما كان نهيا ارشاديا وبينهما فرق النهي المولوي معنى ذلك ان المولى باعتبار مولويته يمنع عن شيء بحيث انه لا يجيز مخالفه ذلك الشيء مع المنع عن النقيض حسب ما يقول العلماء فاذا الانسان خالف هذا عمل عصيان ويستحق العقوبه حس المولي يعاقبه لا يعفو عنه ذاك بحث اخر لكنه عقلا يستحق العقوبه هذا هو نهي المولوي وكذلك الأمر المولوي عدنا أمر ونهي إرشادي يعني ما بي إلزام بس بيان للنتيجة يعني مثلا واحد يروح للطبيب الطبيب يقول له أنه أنت لا تأكل من الأكلة الفلانية لأنك إذا أكلت منها راح مرضك يستمر أسبوع زين هنا اذا المريض ما اطاع امر الطبيب اكل هذه الاكله الفلانيه هل عصى؟ لا لان امر الطبيب ما بي الزام الطبيب ده يبين لك النتيجه يعني انت اذا اكلت اسبوع راح مرضك يصير اكثر توقع في هذا النتيجه غير المرجوه هذا يسمى امر او نهي ارشادي الله سبحانه وتعالى حسب الآيات القرآنية الكريمة لم يكن نهيه لآدم من أكل تلك الشجرة نهياً مولوياً بحيث أنه كان حرام على آدم أن يأكل من تلك الشجرة وحينما أكل بمعنى أنه عصى عصياناً بالمعنى اللغوي والمعنى اللي احنا نفهمه وأن إخراجه من الجنة كان عقوبة له على عصيانه كلا، وإذا آيات موجودة فيها كلمة العصيان وما إلى ذلك فهذه آيات متشابهة. وإنما نهي آدم عن تلك الشجرة كان نهيًا إرشاديًا، يعني قال له: شوف إذا أنت تريد تبقى في هذه الجنة، جنة عادن، لا تأكل من هذه الشجرة. لكن إذا لا تريد تبقى في هذه الجنة مو مشكلة أكل من هذه الشجرة لكن إذا أكلت من هذه الشجرة راح تطلع من هذه الجنة أثر أكل من هذه الشجرة أنه لازم أنت تخرج من هذه الجنة كيفك تريد تأكل وتخرج من هذه الجنة أو تبقى ولا تأكل من هذه الشجرة بس دا أقول لك دا أبين لك أنه إذا أنت لم تأكل من هذه الشجرة وبقيت في هذه الجنة أن لك أن لا تجوع ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى أنت في جنة عادن ما لك جوع ماكو عطش ماكو شمس حارقة زين ماكو حر شديد ماكو عمل ماكو كاد أنت هنا في راحة تامة زين لكن إذا أكلت من هذه الشجرة بعد ماكو مصلحة تبقى في هذا المكان لازم تنتقل إلى الدنيا وهذه الدنيا لازم تروح تكد وتعمل فيها تعب فيها شمس فيها حر فيها برد فيها أعداء فيها كذا فيها كذا فيها كذا هاي الأشياء اللي إحنا نشوفها في هذه الدنيا فما كان نهي مولوي نهي, نهي إرشادي يعني كيفك لكن إذا أكلت هذه النتيجة مثل ما أنت تجيب ابنك مرة تؤمره أنت ابنك الصف الأول ما يريد يروح للمدرسة أنت تجبره على الذهاب إلى المدرسة وإذا ما يريد يروح المدرسة تؤمره بالقوة تنزل المدرسة إذا هو في الصف الأول الابتدائي وهو يبكي ولا يريد أن يذهب إلى المدرسة لكن يروح إلى المدرسة هسه هذا ابنك كبر وصل إلى مرحلة خلص الثانوية الأب يجي يقول لابنه يا بني أنت الآن روح للجامعة إذا درست في الجامعة تحصل لك شهادة راحوا يوظفوك وظيفة راقية وراتب راقي وأنا أنصحك أنه أنت روح أدرس في الجامعة حتى تحصل الشهاده وحتى تتوظف وحتى يكون وظيفه راقيه وراتب محترم يكون لك. لكن اذا ما رحت للجامعه ما رحت درست بالجامعه مو مشكله تجي تشتغل لكن هذا العمل يحتاج منك جهد بدني اكثر وراتب اقل هسه كيفك. فاذا الاب قال لابنه يا بني اذهب الى الجامعه هذا مو امر مولوي مثل ما بده يامر ابنه اللي في الصف الاول لازم يروح للمدرسه، لا، هذا امر ارشادي يبين له النتيجه. زين الابن اذا ما راح للجامعه هذا بالمعنى اللغوي للعصيان لم يعص والده لان والده ما كان الزمه الى ذلك وانما بين له النتيجه. الله سبحانه وتعالى ما نهى آدم عن أكل الشجرة نهيا مولويا حتى يكون أكل الشجرة عصيان بالمعنى اللغوي وإخراجه من الجنة يكون عقوبة إلى الله الله بيّن له النتيجة فلذلك آدم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله إذا لم يكن يأكل من تلك الشجرة كان يبقى لفترة في تلك الجنة ولكن بالمآل الله سبحانه وتعالى خلقه للأرض لذا قبل أن يخلق آدم في سورة البقرة الله يبين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون هذه قبل قضية إخراج آدم من الجنة كانت، قبل أن يخلق آدم، الله سبحانه وتعالى بدأ الحوار مع الملائكة، يعني بين لهم شيء وأذن لهم بالسؤال فسأل فسألوا. إذا الله خلق آدم للأرض، فإذا آدم ما كان يأكل من تلك الشجرة، كان يمكن إلى ما شاء الله يبقى في الجنة، ثم الله سبحانه وتعالى يخرجه الى الارض لكن حينما اكل من تلك الشجره عجل في خروجه من تلك الجنه اللي هي جنة عدن هذا بالنسبه الى ادم وكذلك بالنسبه الى سائر الانبياء الايات اللي ظاهرها انه هذا النبي خالف او عصى او بعض الروايات فهذه من الايات المتشابهه ولازم نراجع إلى الراسخين في العلم الرسول والأم عليهم الصلاة والسلام لكي نعلم تأويل هذه الآيات ومعنى تلك, تلك الآيات ورجوع وإرجاع تلك الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمة لأن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم زين فالأنبياء جميعا معصومون والله سبحانه وتعالى اصطفاهم نجي في المرحلة الثانية مئة وأربعة وعشرون الف نبي على حسب بعض الروايات بعضهم افضل من بعض الرسل الانبياء الرسل افضل من الانبياء غير الرسل لذلك بعض الانبياء يسال الله سبحانه وتعالى ان يلحقه بالانبياء الاخرين في الدرجه يعني مثلا يوسف على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام في اخر سوره يوسف ماذا يدعو؟ رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث. يقول يذكر يمجد الله سبحانه وتعالى الى ان يقول: توفني مسلما والحقني بالصالحين. يعني شنو الحقني بالصالحين؟ يوسف نبي ارسله الله سبحانه وتعالى الى مصر، الى قوم مصر ليهديهم يقول توفني مسلما والحقني بالصالحين، هذا الصلاح اللي هنا موجود، مو الصلاح العادي، واحد يصلي يصوم يترك المحرمات انسان صالح، لا هذا صلاح خاص. هذا الصلاح الخاص اللي يوسف يدعو الله سبحانه وتعالى ان يلحقه باصحاب هذا الصلاح. زين منو هذا الصلاح؟ صاحب هذا الصلاح في ايه في ايه اخرى الله سبحانه وتعالى يبين بالنسبه الى ابراهيم عليه السلام وانه في الاخره لمن الصالحين هاي درجه ابراهيم زين من الصالحين يعني اكو مجموعه من الانبياء واحد منهم ابراهيم يوسف يدعو الله سبحانه وتعالى ان يرقي درجته الى تلك الدرجه يكون بدرجه ابراهيم <applause> عليه الصلاه والسلام. زين. فالانبياء وهناك افضل من الانبياء الانبياء المرسلون. نفس الانبياء المرسلون درجات وافضل الانبياء المرسلين هم الانبياء اولو العزم. بالنسبة إلى آدم عليه الصلاة والسلام ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي يعني فترك ولم نجد له عزما هذا العزم الخاص ما كان في آدم عليه السلام لكن أنت يا محمد اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل اللي آدم عليه السلام ليس من أولي العزم هذه درجة هي اعلى درجة في الانبياء. زين من هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذين هم اولو العزم؟ الله سبحانه وتعالى ذكرهم في آية اخرى بالتفاسير الائمة عليهم الصلاة والسلام بينوا ان اولي العزم من الرسل هم خمسة من الانبياء. الآية شنو هي؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. والذي اوحينا اليك محمد صلى الله عليه واله وما وصينا به ابراهيم الثالث وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هؤلاء الخمسه الانبياء اولو العزم في هاي الايه مجموعين معا وفي الروايات بيان لان هؤلاء هم الخمسه اولوا العازم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وتوضيح ذلك على حسب ما في الروايات ان الله سبحانه وتعالى خلق ادم نبيا فاهبطه الى الارض. هو نبي في نفسه ومأمور للتبليغ لزوجته حواء أولا ثم لذريته والله سبحانه وتعالى حسب بعض الروايات أنزل على آدم خمسين كتابا لعل هذه الخمسين الكتب هي العلوم المختلفة التي الله سبحانه وتعالى علمها آدم ليعلمها ذريته لأن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها فمن آدم عليه السلام إلى زمان إدريس، الله سبحانه وتعالى كان يبعث الأنبياء والأوصياء نبياً بعد نبي ويبعث وصياً بعد وصي، طبعاً عادة الأوصياء كانوا أنبياء أيضاً إلى زمان إدريس الذي رفعه الله سبحانه وتعالى مكاناً علياً. ففي بعض الأحاديث الله سبحانه وتعالى أنزل على إدريس أربعين كتابا أو ثلاثين كتاب الترديد من عندي هذه مرحلة ثانية من مرحلة البشرية لكن أيضا إدريس لم يكن من أولي العزم إلى زمان نوح الله سبحانه وتعالى أنزل على نوح كتابا وأنزل عليه شريعة وهذه الشريعة كانت وظيفة الأنبياء جميعا من نوح إلى إبراهيم ليبشروا بتلك الشريعة الأنبياء أولو العزم هؤلاء لم تكن نبوتهم خاصة بمنطقة أكو بعض الأنبياء نبوتهم كانت خاصة بمنطقة مثل لوط على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام <applause> بعث لقرى معدودة والمؤتفكات بعض الأنبياء بعثوا لقرية بعض الأنبياء بعثوا لمجموعة خاصة من الناس يونس بعث إلى مائة ألف أو يزيدون مثلا يزيدون ثلاثين ألف نبوة ورسالة منطقية مناطقية لكن نوح اول الانبياء التي بعث لجميع الكره الارضيه، باي معنى؟ بمعنى انه هو يبلغ في منطقته. والانبياء الذين ياتون من بعده سواء في شرق الارض او غرب الارض. او اوصياء الانبياء، او المبلغين الذي هو ارسلهم. لا أدري ذلك بالنتيجة من كان في ذلك الزمان في شرق الأرض وغربها شمالها وجنوبها الأنبياء الذين جاءوا الأوصياء النذر كانوا يبشرون بشريعة نوح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام زين بعد نوح الى زمان ابراهيم جميع الانبياء الذين كانوا في هذه الفتره الايه الشريفه تقول وان من امه الا خلا فيها نذير في امريكا الشماليه والجنوبيه وفي استراليا وفي اسيا وافريقيا وكل مكان ان من امه الا خلا فيها نذير هسه هذا النذير نبي رسول وصي مبلغ مبعوث من قبلهم من قبلهم بالنتيجه اكو نذير لكن هذا النذير يبشر بشريعة نوح فلما بعث الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أنزل عليه الصحف إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وجاء بشريعة جديدة ناسخة لشريعة نوح لأن البشرية تطور وبتناسب تطور البشرية الله سبحانه وتعالى ينسخ شريعه وياتي بشريعه اخرى، ما ننسخ من ايه او ننسها، ناتي بخير منها او مثلها. مثل واحد يدخل في الصف الاول الابتدائي يكمل، السنه الثانيه الكتب الصف الاول الابتدائي تنسخ بالنسبه اليه، يحتاج الى كتب الصف الثاني وهكذا. فابراهيم عليه الصلاه والسلام كان رسولا اماما وجميع الأنبياء اللي كانوا في عصره مثل لوط واللي إجوا بعد إلى زمان موسى كم من السنين الله العالم لعله أكثر من ألفي عام أو أكثر هؤلاء الأنبياء والرسل كانوا على شريعة إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام إلى أن بعث الله موسى هو موسى عندما الله بعثه في منطقة جغرافية محدودة اذهب إلى فرعون أنه طغى فموسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام بعث في البداية إلى فرعون وربع فرعون آل فرعون وإلى بني إسرائيل طبعا نبوته ورسالته وشريعته لم تكن خاصة ببني إسرائيل لا بنص الايه القرانيه كان مامور ان يبلغ فرعون وال فرعون ايضا زين هو في زمان ومكان محدود لكن الانبياء الاخرين الانبياء الاخرون او الاوصياء او النذر الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى في زمان موسى في سائر الاقوام او من بعد موسى كانوا مكلفين بالعمل والتبشير بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام ومن زمان موسى إلى زمان عيسى ألف سنة ألف أربعمائة سنة أقل أكثر هذه التواريخ ليست مضبوطة بالضبط تخمينات يقولون ألف أربعمائة سنة لعله أكثر لعله أقل إلى زمان عيسى ثم نسخت شريعة موسى الله سبحانه وتعالى جاء بشريعة عيسى وشريعة عيسى كانت هي الشريعة إلى زمان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله خمسمائة وكسور البعض التواريخ يقولون ستمائة وكسور لكن الأصح هو أقل من ستمائة تاريخ الصحيح هذا التاريخ المشهور حسب بعض الروايات هو خطأ أنه 600 ومثلا 18 سنة الفاصلة بينهما، لا أقل من 600 عام، على كل حال فالشريعة الإسلامية جاءت ونسخت الشريعة السابقة شريعة عيسى وهي الشريعة السهلة السمحاء التي لا نسخ فيها يعني بعد الرسول محمد هذه الشريعة لا تنسخ، نعم في زمان محمد صلى الله عليه واله بعض الاحكام نسخت. الله كان ينزل حكما ثم ينسخ ذلك الحكم. لكن في حجه الوداع نزلت الايه بعد حجه الوداع اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. العقائد كامله توحيد النبوه الامامه المعاد العدل، الشريعة كاملة فلا نسخ فيها إلى يوم القيامة، وفي الحديث الشريف حلال محمد صلى الله عليه واله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فلا نسخ لهذه الشريعة ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه واله. إذا هؤلاء الخمسة هم الأنبياء أولو العزم. وهذا الحديث الشريف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين ذلك يقول سادة النبيين والمرسلين خمسة وهم أولو العزم من الرسل وعليهم دارة الرحى يعني هم قطب الرحى بين نبي ونبي منهم جميع الأنبياء الآخرين والأوصياء في جميع الأمم كانوا على شريعتهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه واله وعلى جميع الانبياء. طبعا هذا بالنسبه للشريعه، الشريعه تنسخ لكن الدين لا ينسخ الدين ان الدين عند الله الاسلام. الدين الذي كان عليه ادم الى النبي محمد صلى الله عليه واله هو واحد، العقائد واحده اصول الشريعه واحده الاخلاق واحده. هذه يعبر عنها بملة ابراهيم عليه الصلاه والسلام. مله ابراهيم هي نفس مله ادم، هي نفس مله نوح، هي نفس مله موسى، هي نفس مله عيسى، هي نفس مله محمد صلى الله عليه واله، لان الدين عند الله الاسلام. وانما الشرائع تختلف، يعني تفاصيل الاحكام بعض تفاصيل الاحكام. يعني في الأمم السابقة مثلا الصلاة بكيفية أخرى الصوم إما لم يكن وكان خاصا بالأنبياء أو كان بكيفية أخرى مثلا المحللات المحرمات كذا بها اختلاف أما أصل الشريعة الأمور الأساسية فيها مثل عبادة الله سبحانه وتعالى أصل المسائل العقائدية أصل مسألة النبوة مسألة المعاد مثلا هذه أمور لا تغير فيها لأنها حقائق ثابتة فالعقائد لا تغير فيها يعني ما كنا نبي يقول الله اثنين بعدين النبي آخر يجي يقول الله واحد لا جميع الأنبياء كانوا يدعون للتوحيد إلى التوحيد إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى إلى تمجيد الله بالنسبة إلى النبوة لا نفرق بين أحد من رسله جميع الأنبياء كانوا يدعون إلى الاعتقاد بجميع الأنبياء اعتقاد تفصيلي أو إجمالي مثل الان نحن نعتقد اعتقادا اجماليا بجميع الانبياء واعتقادا تفصيليا بنبوه النبي محمد صلى الله عليه واله وكذلك بالنسبه الى المعاد بالنسبه الى عدل الله سبحانه وتعالى جميع الانبياء كانوا يبشرون بالاخلاقيات وينهون عن رذائل الاخلاقيات جميع الانبياء كانوا يامرون باصول الشريعه ينهون عن الفحشاء ينهون عن المنكر ينهون عن البغي ماكو في زمان نبي من الانبياء يحلل الخمر مثلا، او نبي من الانبياء يحلل الفحشاء، او نبي من الانبياء يقول انه انتم لا تشكرون رب العالمين، لا. فهذه الامور الثلاثة العقائد، الاخلاق، اصول الشريعة هي واحدة. إنما التفاصيل في الشريعة، الشريعة تنسخ يعني هذه التفاصيل تنسخ وياتي الله سبحانه وتعالى بتفاصيل أخرى، فإذا هؤلاء الانبياء هم اولو العزم وعليهم دارت الرحى والله سبحانه وتعالى ذكرهم في هذه الاية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الدين ما يتغير الشريعة تتغير لذا تقول دين موسى دين عيسى دين محمد اذا مقصودك الدين الواحد لا بأس اما اذا مقصودك دين محمد يختلف عن دين موسى كلا دين محمد وموسى وعيسى وابراهيم وآدم وإدريس هذا كل دين واحد هو الإسلام الذي يعبر عنه في القرآن بملة إبراهيم الشريعة تختلف شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والنبي والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بهديهم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين